السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الـ listening techniques. هنتكلم عنها في الأول بشكل عام، وبعدين هنتكلم على الـ techniques الخاصة بامتحان فرانكلين. Okay, so now let's start. So please, could you please keep yourself muted? Mute, just to mute yourself. خلينا كلنا mute علشان خاطر الصوت للكل. Okay. الباب البيت. معك الباب. ارميه. Okay. هنبدأ. so هنعمل out sharing screen. كيف أعتقد واضح؟ okay. بشكل عام بالنسبة لامتحان فرانكلين زي ما احنا شفنا في الامتحان. so please mute yourself. معلش نعمل ميتنج للكل. Now let's start. هنا بالنسبة للاختبار معانا، بالنسبة لفرانكلين زي ما شفنا في الامتحان التجريبي كان عندنا 20 محادثة أو 20 conversation and lecture، وكل محادثة عليها سؤال واحد. فدي حاجة كويسة إنه مش محادثة طويلة جدا محتاجة تركيز كبير طول الوقت وعليها أسئلة كتير. فيعني لو محادثة كانت صعبة علينا شوية معناها إن إحنا السؤال اللي مش هنحله يبقى سؤال واحد بس اللي راح علينا، مش أكتر من سؤال. يعني بيبقى سؤال واحد بس اللي على كل محادثة، بيكون في سؤال واحد زي ما شفنا في الامتحان التجريبي. تمام. اللي شفناه برضه في الامتحان التجريبي كانت المحادثات قصيره، شورت كونفرزيشن، ما كانش فيه محادثات الطويله، كانت اغلب المحادثات صغيره، مش اغلبها، تقريبا كلها قصيره، محادثات قصيره. وكان فيه مره او مرتين واحد بس اللي بيتكلم، ما كانتش محادثه، كان بس ما كانش دايالوج، يعني ما كانش محادثه، كان مجرد شخص بيدينا بيدي تعليمات. فنبدا هنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا ال 20 محادثه او 20 ليكتشرز كله عليها سؤال واحد. بالنسبه بشكل عام، بالنسبه للليسننج بشكل عام، في جنرال ستيبس، بيكون في جنرال جايد لاينز. لو فتحنا اي ويب سايت هيقول لك بالليسننج يو هاف تو كيب كالم وايل ليسننج، لازم وانت بتسمع تكون هادي جدا، يعني بلاش نتوتر واحنا بنسمع. التوتر الزياده مش بيفيد، يعني بالعكس الانسان هو خايف ما بيكونش مركز. فبناء عليه you have to keep calm, you should keep calm. اوكي. النقطة الثانية be attention while listening. be attention while listening، تكون بتسمع حاول مركز. يعني واحنا بنسمع لو سرحنا في listening بيكون في مشكلة ان احنا مش هنركز، يعني لو احنا سرحنا في listening خلاص ما بنركز. never panic، بمعنى لو انا سمعت وفي وانا اسمع كده في حاجات مش فاهماها، في طلبه بيترعبوا ويبقى مش مركزين في حاجه خالص وخلاص كل حاجه راحت عليهم، يعني معناها ان بقيه المحادثه كلها راحت عليهم مش فاهمين اي حاجه فيها خالص. فهنا فهنا لازم ما ينفعش get panic، ما ينفعش ان احنا نتوتر او نقلق لما نيجي لنا حاجه مش فاهمينها. don't focus on the key words that you didn't understand، بمعنى لو احنا سمعت كلمه ما فهمتهاش ما بقاش تركيزك كله الكلمه دي معناها ايه، لان هو الشخص المحادثه شغاله مش بتقف وانت هتسال عليها او احنا هنسال عليها. فلو انت كل حاجه ما فهمتهاش هترجع تقعد تقول لا الكلمه دي ما فهمتهاش وتركز عليها، ساعتها هتدخل نفسك في مود انت هتضيع كل المحادثه اللي جت وراها، يعني كل الكلام اللي هيتقال بعد كده انت مش هتسمعه اصلا لانك تركيزك كله على الكلمه اللي راحت منك. فهنا ما تركزش على الكلام اللي مش فاهمها، لان بمنتهى البساطه ممكن جدا تجيب الفول مارك ومش شرط تفهم المحادثه كلها 100%، يعني وده فعلا حقيقي. يعني مش معنى ان حد جاب الفول مارك ليسننج معناه انه فاهمها فروم اي تو زي، مش فاهمها من البدايه للنهايه او فاهمها من البدايه للنهايه، مش شرط. keep moving on، وانت في ليسننج بالذات يو هاف تو keep moving on، يعني خليك تسمع حاجه راحت مش مشكله، ركز على الباقي دايما كده، يعني اللي خلاص اللي راح مش مشكله، في جزء مش فاهمه مش مشكله نعدي. يو هاف تو keep moving on. try to predict the answer، هنا تحاول تتنبأ بالاجابه، بمعنى انه ما جاء هنا دي اقول لكم ازاي. يعني امتحان فرانكلين مختلف شويه عن امتحان الايس، مختلف شويه عن امتحان التوفل. يعني مثلا في امتحان التوفل الدولي ما بتشوفش الاسئله اصلا، في امتحان التوفل الدولي بتبقى ليسننج ساعه ونص ومحادثات طويله وليكتشرز طويله. الليسننج او الاسئله بتجي لك بعد ما الليسننج بيخلص، فانت ما عندكش اي حاجه تتنبأ بيها خالص، انت بتسمع وبعد ما بتسمع وتخلص المحادثه خالص تسمع مره واحده بتشوف الاسئله. تمام. ده في التوفل، فده المفروض ان هو اصعب حاجه التوفل الدولي. الايلتس مثلا لا، الايلتس الاسئله موجوده قدامك قبل ما بتسمع وبيديك حتى كمان 30 ثانيه قبل ما تشوف الاسئله. في ستيب والفرانكلين انت بتشوف الاختيارات، ما بتشوفش الاسئله في الغالب، بتشوف بس الاختيارات. طب احنا نعمل هنا ايه؟ على الاقل تتنبأ بنوع السؤال،
يعني لو لقينا اماكن الاختيارات كلها كانت اماكن بانك سكول هوسبيتال يو نو بوك شوب اماكن معناها تبقى انت عارف ان السؤال هيكون وير وير داز ذس كونفرسيشن تيك بليس المحادثه دي حصلت ايه تمام فدي حاجه زي كده تتنبأ بيها لقينا مثلا لقيت في الاختيارات اسماء كتير كابيتال معناها هيسالك عن سيكونس هيسالك عن تعدد او تكرار او هيسالك عن اسماء معينه حاجات معينه فانت ممكن تتنبأ بالاجابه من خلال التشويسز الاجابات اللي موجوده عندنا نتنبأ بايه نتنبأ بنوع السؤال يعني السؤال هيكون عن ايه بالظبط تمام هنا use the letter of the day focus on the keywords طبعا هنا دايما زي ما قلنا في reading trim the fat يعني trim the fat يعني مستحيل المحادثه مثلا مستحيل هيجي لك محادثه هيسالك على كل كلمه اتقالت فيها مش كل كلمه في المحادثه مهمه فاحنا يبقى تركيزنا دايما نركز زي ما قلنا في reading نركز على الكيوردز الكلمات المهمه اللي هو السبجكت الفيرب الاوبجكت الكومبلمنت الحاجات المهمه حروف الجر مش محتاجينها البوزيشنال فريز مش محتاجينها الحاجات اللي هي في النص اللي بنسميها فيلنج ديت احنا مش محتاجينها العبارات اللي هي التكرار السبوكن دي احنا مش محتاجينها احنا بنحتاج الحاجات الاساسيه يوز ذا ليتر اوف ذا داي تكنيك استخدم اللي هو ليتر ذا داي تكنيك اللي هو مقصود بيها تستخدم نفس الحرف للحاجات اللي انت مش فاهمها يعني مثلا انا جاوبت الامتحان وفي كذا نقطه مش عارفهم او ما فهمش او هيروحوا مني حطهم كلهم نفس الحرف يعني مثلا يبقى داخل كده اليوم ده عارف ان انا مش فاهمه احط كله بي او ان انا مش فاهمه احط كله سي او انا مش فاهمه احط كله دي ليه لان احنا قلنا فرضا هنقول لو حتى على سبيل المثال هحط كل اختيار 20% او 25% من الاجابات هتكون ايه 25% هتكون بي 25% هتكون سي فلو انت حطيت لو احنا حطينا اللي هو ذا ليتر اوف ذا داي معناها ان انت على الاقل هتكون ضامن ان من الخمسه او الاربع اسئله او انت مش فاهمهم هيكون في سؤالين صح او بالاسوء على اسوء الاحوال هيكون سؤال واحد بس صح بس على الاقل تكون ضمنت حاجه ما تكونش فاضيه طب نبدا هنا ده طبعا الجنرال تكنيكس بتاعت الليسننج اللي موجوده في كل الويب سايتس اللي لك انت بتسمع ما تقفش ما تخافش ما تركز على الكلمات المهمه keep listening and so on هنا يعني ده listening skill 1 اول حاجه هنا عندنا focus mainly on the second speaker بشكل عام short conversation في short conversation وفي long conversation في picture في فرانكلين كله هيكون على short conversation فالنهارده هنركز على التكنيكس بتاعت short conversation short conversation يعني حد قال حاجه وتاني رد عليه في الحاله دي في الغالب بنسبه 80% بتكون الاجابه مع second speaker يبقى المتحدث رقم 2 في امتحان فرانكلين في التجريبي كان في الاجابه برده مش شرط تكون المتحدث الثاني ممكن احنا بتكون المتحدث الاول بس بنسبه كبيره اكتر من 50% الاجابه بتكون مع اللي هو السكند سبيكر تمام مثلا زي ده مثال اللي هو ده مثلا زي ده بيلي المتحدث الاول بيقول بيلي ريلي ميد ذا بيج ميستيك ذس تايم بيلي عمل غلط كبير المره دي ردت على قالت له يس هي فورجوت تو تيرن ان هيز ريسيرش بيبر نعم ايوه هو نسي يسلم البحث بتاعه الريسيرش السؤال بيقول what does the woman say about Billy هي قالت ايه عن Billy طبعا انا ماليش دعوه بالكلام اللي قاله المان هو هنا بيقول هو عمل غلط كبير قالت له ايوه نسي يسلم البحث طب هنا بيقول هي قالت ايه عنه هنا في ثلاثه تكنيكس في واحد تكنيك انا الاقي واحد اول حاجه he forgot to turn in his research paper هناخد التكنيك ده بعد كده بس من ضمن الحاجات المهمه في الليسننج بلاش نختار السيم وورد يعني لو جالي في الاجابه نفس السؤال نفس الاجابات نفس الحاجات اللي سمعتها بالنص الغالب هي بتكون غلط الغالب بتكون غلط سيم هناخدها بعد كده سيم pronunciation same sound what sound same structure same vocabulary بيكون غلط ليه هقول لكم بيكون غلط ليه حط نفسك مكان الشخص اللي بيختبرك الشخص اللي بيختبرك ده عاوز يعرف مستواك ايه فبيضحك عليك فيحط لك مثلا هناخدها بعد كده فيحط لك نفس الكلمه اللي انت سمعتها في الاختياري فالطالب اللي مش فاهم وسمع بس نفس الكلمه دي يقول لك اه هي دي اللي انا سمعتها يبقى هي دي اللي صح في الغالب بيكون غلط بيكون صح في حاله واحده بس لو الامتحان كان فعلا ايزي اكستريملي ايزي الامتحان سهل جدا والاكزامينر عاوز يعدل قدامه يعني عاوز ينجح الطلبه ففي الحاله دي بيدي لهم الاجابه كده واضحه جدا وصريحه وبتكون انا شفت في امتحان التجريبي في الليسننج بتاع فرانك اللي موجود على الموقع في ثلاث اسئله واضحين جدا يعني يعني الشخص ده قال احنا دلوقتي في كذا اون ذا باس موجوده في الاجابه اون ذا باس بس يعني نتكلم بشكل عام في امتحان حقيقي مش تجريبي في الغالب نتجنب اللي هي سيم برونسيشن نفس الصوت لو سمعت نفس الكلمه لانه في كمان سيم نفس الصوت يعني زي مثلا دي كلمه رايت ورايت رايت اللي هو يكتب رايت اللي هي صحيح عندنا زي اي اللي هي العين واي اللي هو انا مثلا حاجات زي كده زي سي اللي هو بحر وسي اللي هو يرى زي صن اللي هو الشمس والصن اللي هو ابن حاجات زي كده بنسميها سيم برونسيشن بنسميها الهوموفونز اللي هو نفس الصوت ده تجنبها خالص نتجنب كمان سيم فوكابولري يعني نفس الكلمه اللي استخدمها فوق في النص في التليسكريبت ما ينفعش احنا نحطها في الاجابات مش هيحطوا لنا في الاجابات احنا نبعد عنها سيم ستراكشر ما ينفعش يحط لي نفس الستراكشر في الاجابه هو نفس التركيب في التليسكريبت ونفس التركيب في الاجابه في الغالب دول حتى لو انا مش فاهم ابعد عنهم
ليه؟ لانه زي ما اتفقنا مش بالشبه، الامتحان ده ما بيكونش بالشبه، خصوصا اذا معدل الصعوبه من ميديوم لهاي، اذا هو صعب من الديفيكولتي بتاعته مش صعب، لا هو لحد ما ميديوم لهارد، يعني الامتحان صعوبه صعب، في الحاله نبعد عن الشبه. فمثلا هنا بيقول he forgot to turn in his research paper. الجزء الاول بيقول it was the first time he made a mistake. لا يا سيده ما قالتش كده، it was the first time he made a mistake. سمعنا mistake و made a mistake، وهنا برده made a mistake مش صح. تمام، نيجي هنا he forgot to write his paper. عندنا forgot وعندنا paper، نفس الكلمتين اللي استخدمتهم فوق استخدمهم في الاجابه يعني تحت، فدي كمان غلط. هو ما نسيش يكتب البحث، هو نسي يسلم البحث، ده الغلط في المعنى. He turned in the paper in the wrong place. هو سلم البحث في المكان الغلط. لا، هي بتقول هو نسي يسلم بحثه اصلا، يعني هو اساسا ما سلموش. فالاجابه هنا شال كلمه forgot وحط كلمه didn't remember. يعني ايه forgot؟ نسي، يعني ايه لم يتذكر. نفس المعنى بس غير المينينج، سوري نفس المعنى بس غير الوردز، غير الكلمات. submit معناها turn in، لما اقول لحد turn in your paper معناها submit، يعني يسلم البحث. research paper مقصود بيها هنا assignment، الassignment هو الواجب بتاعه. فهو كل اللي عمله ايه؟ ركزنا على السكند سبيكر وحاولنا بقدر الامكان نبعد عن الكلمات المستخدمه بالظبط، يعني كلمات النص اللي هي بيقولها نحاول نبعد عنها شويه. يبقى forgot حتى حولها didn't remember، turn in حولناها submit، والresearch paper حولناها assignment. هذه الاجابه الصح. تمام، ده سكيل نمبر 1. يبقى نمبر 1 try your best to focus on the second speaker، لان في اغلب الاسئله الاجابه بتكون المتحدث رقم 2. المتحدث رقم 1 مثلا يقول حاجه ممكن لو عدت علينا مش مشكله ما تخافش، لان غالبا ما بتكونش مهمه قوي. المتحدث رقم 2 بس هو اللي بيكون اي الحاجات اللي غالبا بتكون مهمه، بس مش معنى كده ان انا اركز بس على رقم 2، لان احيانا بيكون رقم 1 بيساعدني ان افهم المحادثه بشكل عام من البدايه. طب نيجي هنا choose answers with synonym. لما لسه اتكلمنا نحاول بقدر الامكان نختار الانسرز with synonym. synonym اللي هي المترادفات، يعني ما اخدش نفس الكلمه اخد المترادف بتاعها. مثلا زي مثال اما اقول هنا why Barbara feeling so happy، هي ليه باربرا تشعر بالسعاده؟ she's super happy. she's so happy. so happy why she just started working in a real estate agency. هي بدات العمل. start يعني ايه started؟ يعني began. يعني ايه work؟ يعني job. she started a new job. تمام كده، هي نفس الفكره. she started working and began a new job. she always liked her work in a real estate. استخدم نفس الكلمات اللي قالتها real estate work، فدي اتبعت معناها عشان مش نفس المعنى. اوكي، هنا she just bought some real estate. هي لسه بس في شاريه real estate، مقصود بيها عقارات، اشترت بعض العقارات. لا، مش ده اللي احنا عايزينه. she bought a real estate agency، هي اشترت وكاله لبيع العقارات، وكاله عقاريه، ليه برده مش عايزينها. فدايما الطالب لو مش فاهم او لسه مستواه في البدايه، عارف ان بيبقى عامل زي الغار اللي هو الغرقان اللي بيتعلق باي حاجه، فبيسمع كلمه على طول يختارها. والاكزامينرز عارف كده، الاكزامينرز عارفين كده، اللي بيحطوا الامتحان عارفين ان الطالب هيختار اللي سمعه. فبقدر الامكان نحاول نفهم المحادثه. اتفقنا ده بيبقى صح، ممكن يجي لك نصا اللي انت سمعته في حاله الامتحان كان فعلا ليفل 1 ليفل 2، في الحاله دي يبقى الامتحان فعلا او السؤال ده كان فعلا سهل جدا، ممكن صحيح، لان في امتحان فرانكلين زي ما قلت لكم اكتر من مره جاب الاجابه واضحه جدا، حتى انا يعني استغربت ازاي هو يجيب حاجه زي كده. نيجي هنا برضو avoid the ملف قايلين avoid similar sound pronunciation structure and vocabulary، يعني نفس الصوت، لو سمعنا نفس الصوت حتى لو مش نفس الكلمه، نفس الصوت او vocabulary لنفس الستركتشر او نفس الكلمات بيكون غلط. هجيب لكم مثال هنا زي ده. مثلا هنا why couldn't Mark come with us. why couldn't Mark come with us. ليه مارك ما قدرش يجي معانا؟ ردت عليه له he was searching for a new apartment. he was searching for a new apartment. يعني ايه new apartment؟ يعني هو بيبحث عن شقه جديده، a new flat. هو بيدور على شقه جديده، بيبحث عن شقه جديده. السؤال هنا بيقول what does the woman say about Mark. هي قالت عنه ايه؟ إيه على فكره الامتحان فرانكلين مش شرط يكون بس زي كده، هناخد بقى اكزامبلز عليه. هنا بيقول he was in a department قريبه في الساوث زي كلمه apartment. لا بس مش هي، department معناها قسم. اما اقول department قسم، مثلا قسم في جامعه او قسم في مصنع او قسم في متجر، ده بنسميه department. اوكي، فهنا لا مش دي الاجابه، بالرغم ان حاسه ان يو ابارتمنت ممكن حد يسمعها department، فلحد ما الساوند او النوت متشابه، فالاجابه هنا غلط. research project مقصود بيها مشروع البحث، وهنا search يعني يبحث، وresearch معناها بحث، فالاثنين متقاربين بعض في الصوت، فممكن حد برضه يسمع searching يفتكر ان هي علاقه بresearch. appointment at church searching for a new apartment، ممكن حد يشوفها appointment for a church، هو عنده ميعاد في الكنيسه a new church. طيب يعني شويه ممكن حد يفتكر لان اخرها ment وهنا appointment وهنا apartment، فشويه متقاربين. فنصيحه دايما
ما ناخدش باللي بنسمعه مباشره. نصيحه اللي بناخده مباشره ده اذا كان امتحان حقيقي والصعوبه بتاعته من ميديوم لهارد، اللي احنا بنسمعه غالبا بيكون غلط، اللي احنا بنسمعه غالبا بيكون هو التريك الخدعه اللي هو بيخدعنا بيها. فنركز على اللي احنا فهمناه اللي هو اعاده صياغه للجمله. يعني ايه searching for a new apartment؟ يعني دي is looking for. search معناه يبحث عن، يعني look for. a new place to live، مكان جديد يعيش فيه، اللي هو شقه، شقه يعني مكان بيت يعيش فيه. تمام. ايه كمان؟ different structure زي دي، ده طبعا different sound، نختار different sound. مفيش هنا حاجة looking for a place to live ملهاش علاقة he was searching for a new apartment من ناحية الصوت او من ناحية التركيب، مش شبه بعض خالص، مختلفين. طب نيجي هنا different structure، يعني مثلا زي هنا did Sally go to the bank this morning، يعني هل سالي ذهبت للبنك هذا الصباح؟ ردت عليها لها ردت عليها قالت له yes she did she got a new checking account، هي حصلت على حساب جاري جديد، عملت نفسها حساب جاري جديد. هنا بيقول what does the woman imply، دايما بنات نفس الفكره هنا imply مقصود بيها يلمح، يلمح بايه؟ هي بتلمح لايه؟ زي بالظبط infer، بس infer معناه انت تستنتج ايه. هنا she wrote several checks، هي كتبت تشيكات كتير. Sally wanted to check up on the bank، كانت عايزه check up on the bank. A new checking account was opened. دي الإجابة ليه؟ لأن هي بيقول she got a new checking account. هي مبني المعلومة active. هو حول الجملة من active حولها passive. يعني بدل ما يقول هي عملت حساب جاري، قال حساب جاري تم فتحه. حساب جاري جديد تم فتحه. فأنا عملت هنا إيه؟ حولت الـ structure بعد ما كان active حولته الـ passive. يعني مثلا ممكن أقول I cleaned the house. يحط لي في الإجابة the house was cleaned. فهنا غير الستركتشر، فبرضه ده بيكون صح مش غلط، بالرغم ان الباس بيكون ويك، بس ده مش جرامر، ده ليسننج. فاللي يهمني هنا ان اوصل للمعنى الصح. تمام، حتى لو الستركتشر ركيك بس هوصل للمعنى الصح. ديفرنت كابري زي ديت بجد ده فعلا حقيقي حصلت معانا شخصيا مع طالب معايا، وكان مقتنع 100% ان اجابته صح، يعني مقتنع 1000% ان اجابته صح. فهنا مثلا كان السؤال ده كان حقيقي جورج كان ستاند كومنتريز بات هي لافد اني ثينج ذات ميكس هيم لاف، ده خلينا نقول ان ده اللي احنا نسمعه. جورج can't stand the commentaries but he loved anything that makes him laugh. السؤال بقى what does George like to watch؟ George بيحب يتفرج على ايه؟ matches, documentaries ولا comedy؟ الطالب مقتنع 100% ان هي documentaries لان دي الوحيدة اللي سمعها. George can't stand the commentaries but he loved anything that makes him laugh. هو مقتنع ان هي documentaries لان دي اللي انا سمعتها، صح؟ طيب السؤال بيقول هو بيحب يتفرج على ايه؟ documentaries هنا معناها بيكرهها. هنا George can't stand، كلمة can't stand معناها لا يطيق أو لا يحب أو لا يفضل أو لا يتحمل، فالمعنى هنا غلط. فالطالب اللي هيشوف يسمع كلمة documentaries أو يختارها بس علشان يسمعها في الديسكريبت ده بيكون غلط. تمام، طب هو إيه الإجابة؟ طيب comedy، بقول هنا he loves anything that makes him laugh، بيحب أي حاجة تخليه يضحك. طب هي إيه دي؟ ده تعريف الكوميدي، rephrased answer، دي الإجابة اللي هي rephrased. تمام، يبقى هنا مش مختارش دايما في الليسننج بالذات، بلاش خصوصا اذا لقيت الامتحان لحد ما صعب شويه او هو مش امتحان ذات ايزي، امتحان مش سهل لا امتحان صعب، في الغالب نعرف التريك بتاعتهم اللي هو دايما يحط لنا الاجابات الواضحه قوي دي، تحط لنا في الاختيارات بالشبه. يعني انت تبقى عارف لو طالب ليفل 1 هيختار دي، لو طالب ليفل 2 هيختار دي، هم فاهمين النقطه دي. اوكي، نيجي هنا برضو مثال تاني على الديفرنت فوكابلري زي دي، نفس المثال برضو كان على جورج. لو جبت هنا هنا بيقول George's sister prefers watching talk shows yet he's really into knowing what's going on around him. أخت جورج بتفضل watching talk shows. Yes, yet he's really into knowing what's going on around him. لكن هو في الحقيقة بيتمنى يعرف أو عاوز يعرف what's going on around him، اللي يعني إيه اللي بيحصل حواليه. طب السؤال هنا بيقول هو بيحب إيه؟ في برضه معايا طلبة اختاروا كلمة talk shows، اللي هي talk shows اللي هنا، على اعتبار ان هي اللي موجوده في الديسكريبت، توك شوز موجوده هنا وموجوده هنا. تمام، يقول لك لا دي اللي انا سمعتها، انا ما سمعتش سبورتس بروجرام، ما سمعتش نيوز، يبقى الاثنين غلط. اوكي، فجورج سيستر بريفير واتشينج توك شوز، جورج يو نو بريفيرز توك شوز. اوكي، فهنا عندنا هتبقى الاجابه هنا عندنا غلط، التوك شوز غلط. ليه؟ مش عشان انا سمعتها او شفتها، سوري، لو انا عشان انا شفت سمعتها بقى الاجابه الصح، لان هنا مش جورج هو اللي بيحب التوك شوز، ده اخته اللي بتحب التوك شوز.
هنا تريك، يعني هو تريك هنا ان انت سمعت كلمه تكشوز بس مش هي الاجابه الصح. انا ما سالتش عن، ما سالناش عن جورج سيستر، انا سالت عن جورج نفسه. تبقى الاجابه هنا نيوز. ليه نيوز؟ لان هنا really knowing what's going on around him، يعني عاوز يعرف ايه اللي بيحصل حواليه، الاحداث اللي حواليه دي بنعرفها من نيوز، من الاخبار. تمام كده؟ فدي بنعرفها منين؟ من الاخبار. فهنا بدي تبقى الاجابه هنا نيوز علشان خاطر ديت اللي احنا عايزينها، وديت اللي بتديني نفس المعنى اللي موجود في التاب سكريبت. فنبعد عن اللي انا سمعته بس، ما اقولش لا اصلا الاجابات دي ما سمعتهاش هتبقى غلط. لا، من شرط غالبا بيبقى عاملها ريفريزنج. درو ذا كونكلوجن اباوت وير اند هو. مثلا زي ده، لو جالي سؤال زي ده في الامتحان، وده جه كتير في الامتحان التجريبي، ات ا بيوتي صالون، ات ذا بيتش، ان ا ساند بوكس، ات ان اوت دور ريستورانت. انا بشوف الامتحان، بشوف الاجابات دي، فبقى عارفه غالبا السؤال هيكون وير، وير داز ذس كونفرسيشن تيك بليس، أو where does this person work؟ أو where do they talk؟ لازم السؤال هيكون فيه where. طالما كله أماكن يبقى في الغالب هيسأل where. لأن are you going into the water or are you just going to lie there on the sand؟ فالwoman بتقول له أنت هتروح تسبح، هتروح في المياه، ولا هتنك نايم في نايم على الرمل؟ قال لها no I think I need to put on some suntan lotion. أنا محتاج some suntan lotion. فهنا من المحادثة، المحادثة دي غالبا عندنا water وعندنا ساند وعندنا شخص بيتكلم على سانتان لوشن، اللي هو اللوشن بتاع السانتان. طيب هنا هل ده المحادثة دي هل يمكن انها تكون في بيوتي صالون، في مشغل او في مركز تجميلي؟ لانه ما فيش حد هيروح يسبح في المركز التجميلي او يحط رمل في المركز التجميلي. ان اسان بوكس، في صندوق الرمال؟ لا طبعا. اوت ريستورانت، في مطعم خارجي؟ لا. هو الكونفرسيشن هنا مكانها الطبيعي بيتش، الشاطئ. فده اللي جه كتير في الامتحان. طب انا قبل حتى ما اسمع السؤال ده ابقى مركزه على ايه؟ لو جيت التكنيك بتاع السؤال ده في الامتحان، وده تقريبا في الامتحان التجريبي كان فيه 5 اسئله بيسالوا وير. الاول بشوف الاجابات بلاقيها كلها بليسز، كلها اماكن، دي اول نقطه. يبقى النقطه الثانيه اعملها ركز على الكي ووردز، يعني الكلمات الاساسيه، الكلمات اللي اغلبها مرتبط بالمكان ده، وفي الغالب بتبقى سهله ان شاء الله. نكملها مع بعض. فده draw conclusions about where، فتحاول بقدر الامكان تخمن وترى المكان ده فين. Look for negative expressions، برضو مهمة. Negative expressions أحيانا بيجيب لي كلمات منفية، كلمات منفية بتكون الإجابة هو بيشيل النفي وبيغير الكلمة. يعني مثلا هنا he said how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours. إزاي هم قدروا يوصلوا لبيت جدتهم في خلال بس 5 ساعات. They didn't arrive slowly on the trip to that place. They didn't drive slowly، يعني هم المكان ده بعيد جدا بس هم لم يقودوا ببطء. لم يقودوا ببطء، يعني ايه لم يقودوا ببطء؟ معناه ان هم قادوا بسرعه. فهنا شلنا didn't و slowly، شال كلمه didn't و slowly وحط مكانها quickly. يبقى هو عكس slowly، شال slowly وحط quickly. ليه؟ لانه عكسها، يعني معناه هم لم يقودوا ببطء، معناها هم قادوا بسرعه. يبقى they drove rather quickly. اوكي، هنا عندنا slowly في السؤال وفي الاجابه، عشان كده بعدنا عنها. they wanted to travel slowly، وعندنا كمان هنا slowly. and they didn't drive، وعندنا هنا they didn't drive. هما تشوفوا ما تخيلهم بيفكروا ازاي. يعني انت لما فهمتش الباسج نفسها، مش فاهمها، ولقيت نفسك الاجابه كلها اللي انت سمعته بس اخترته، فالثلاث حاجات اللي فيهم من الاختيارات اللي احنا سمعناها غلط. يعني الاختيار الاول دي couldn't have driven more slowly، معناها لا يمكن كان هيقودوا بشكل ابطا من كده، وده مش طبعا اللي الكلام اللي اتقال. they wanted to travel slowly، هما كانوا عايزين يسافروا ببطء، ودي طبعا غلط برضه. اوكي، they didn't drive، هما اصلا لم يقودوا للمدينه دي او للولايه دي، فده كمان غلط. يعني تاني لو لاحظنا كل السكيلز بتيجي وتعيد وتزيد تاني، ان احنا نبعد عن سيم ستراكشر او سيم فوكابلري او سيم وورد او سيم بروناتيشن. فهنا مثلا زي نيجاتيف اكسبريشن، شال النيجاتيف وشال النفي وغير المعنى وغير الكلمه عشان يديني في الاخر نفس المعنى. نكمل بعدها. طبعا مثلا زي ده تيبل عندنا ريجولار نيجاتيف اللي هي نوت. مثلا توم از نوت ساد، يعني ايه نوت ساد؟ يعني هابي. لو لقيت كلمه في الامتحان not sad، اعرف على طول هشيل نفي، اعرف على طول هشيل نفي، ويحط الكلمه اللي تدي نفس معنى نفي. يعني ايه not sad؟ يعني happy. دي محدش وصل في الوقت، معناها late. انا ممكن احط كده nobody arrived on time، ممكن احط لك الاجابه everyone was late. everyone was late، انا شلت nobody وحطيت everyone وحطيت بدلها كلمه late. she sell or sell never works hard، يعني ايه never works hard؟ يعني she's lazy، كسوله، هي عمرها ما بتشتغل بجد، يعني هي كسلانه. هنا برضه لعب على ايه؟ لعب على الريفريزنج. في الريدنج والليسننج في الامتحانات اللي هي الحقيقيه بيلعبها ريفريزنج، بيلعبها ريفريزنج. ان الطالب قدامي فاهم المحادثه يبقى اكيد هيعرف يعمل لها ريفريزنج، اكيد هيبقى عارف المقصود بالظبط ايه، مش هياخد بالشبه. مثلا ذا patient was insane. patient المريض كان insane، يعني غير عاقل. يعني ايه؟ يعني كان crazy، كان mad، يعني كان مجنون.
بمعنى ان هو ما كانش في عقله، يعني ما كانش في he wasn't in his right senses، كان عنده النيجاتيف. ودي برضو مهمه خالص، والفكره انا لا شخصيا ما بحبها، نوعيني بتعمل بتلخبط ناس كتير. دبل نيجاتيف النفي المزدوج. يعني ايه النفي المزدوج؟ يعني مثلا ممكن اقول it is not unusual، not unusual يعني usual. لو قلت it is not unusual معناها ليس من غير، ليس من غير المعتاد، يعني من المعتاد. تمام؟ لو قلت لحد مثلا it is not unlike، it is not unlike ليس على عكس، معناها ان هو بتشبه like. لو قلت مثلا it is not unlike me معناها it's like me. تمام؟ فده برضو double negative. مشكلته ان الطالب لما بيكون بيقرأ بسرعة جدا او الطالبة بتقرأ بسرعة جدا ما بتاخدش بالها ان في نفي مزدوج، بتاخد بالها بس من نفي، ما تاخدش بالها ان البريفيكس موجود كمان نفي. النفي نفي اثبات، نفي النفي اثبات. يعني لو انا عندي اثنين نفي في جملة واحدة معناها اثبات، يعني مع ان الستركتشر ده غلط، الستركتشر اللي هقوله ده غلط، بس انا عايز اقولك. يعني لو انا قلت مثلا I didn't see nothing، I didn't see nothing، I didn't say nothing، I didn't say nothing، انا ما قلتش حاجة او انا ما شفتش حاجة. يعني ايه الجملة دي؟ لو انا قلت I didn't see nothing معناها انا شفت حاجة، لان انا قلت I didn't see معناها ما شفتش لا شيء، معناها بقول انا ما شفتش لا شيء، معناها انا شفت شيء. فالصح في الانجليش نقولها I didn't see anything او I saw nothing، الاثنين دول صح. فده اسمه double negation. فالنفي المزدوج بيديني العكس، يعني زي ما اتفقنا كده not unusual معناها usual، not unlike معناها like، not irresponsible معناها responsible مسؤول. لو قلت هو ليس غير مسؤول معناها هو مسؤول. فهنا مثلا I can't believe أو I can't believe the news that I heard about the concert، أنا ما قدرتش أصدق الأخبار أو الخبر اللي سمعت عن الحفلة. ردت قالت لها well it isn't impossible. يعني إيه it isn't possible؟ معناها ممكن، it isn't impossible يعني ليس غير مستحيل، sorry ليس مستحيل، يعني ليس مستحيل يعني ايه؟ يعني ممكن. اما اقول شيء ده مش مستحيل معناها ممكن. فانا بيقول it's not well it isn't impossible for the concert to take place، معناها ليس من المستحيل ان الحفله تحدث او ان هي تتعمل. يعني يعني ايه بقى هنا not impossible؟ هنا حاطط there is no possibility، مفيش امكانيه ان الحفله هتتعمل. طبعا ده عكس الكلام اللي اتقال، لان ده double negation، يعني هو شال ام وشال اس، شال الام بس وشال واحد، يعني خليها بس نفي واحد، ما ادينيش نفس المعنى. المفروض لو دي هتبقى صح يشيل كمان نو، يعني يشيل النفيين مع بعض عشان يديني نفس المعنى. لان الاولى هنا there is no possibility معناها لا توجد امكانيه الحفله، لا هو ما بيقول ان الحفله مش مستحيل تتعمل، يعني انها ممكن تتعمل. فالافضل كان هنا صح لكن كمان يشيل كلمه نو، يبقى شال isn't وشال ام وخليها الاثنين، شال النفي المزدوج وخليها مثبته، لان نفي النفي اثبات. بس دي هنا كمان غلط. definitely اعتقد كمان 10 دقايق الزوم هيقفل الميتنج، هنعمل ميتنج ثاني على طول وبعدين مباشره. اوكي ان ذا كونسرت ويل ديفينتلي نوت تيك بليس، الحفله اكيد اكيد مش هتحصل. نوت حط برده نفي واحد. الاجابه هنا سي ذا كونسرت مايت تيك بليس، ربما تحدث الحفله ممكن تتعمل. فحطيت هنا مايت ليه؟ لان كلمه ات ازنت امبوسيبل ببساطه معناها مايت، عايز اقول مش مستحيل معناها ربما. فهنا ده برضو النفي المزدوج احيانا يعني بيلخبط ناس كتير. The concert can't take place، الحفله مستحيل تحصل، فده برضو كمان غلط. تمام كده؟ يبقى ده كمان غلط. ليه؟ لانه عكس المعنى. تمام؟ فده double negation. نبدا هنا ده اخر سكيل هناخدها قبل ما نبدا بالامتحان التجريبي الحقيقي اللي خدناه في فرانكلين. Memorize held verb phrases and some idioms. ده برضو مهم جدا على فكره في فرانكلين بناء على الامتحان التجريبي، ان احنا نفهم الverb phrase. Verb phrase مثلا زي الحرف الفعل لما يجي وراه adverb او حرف جر. يعني مثلا زي drop by يعني يزور. مثلا زي look for يعني يبحث. Look forward to يعني يتطلع الى. مثلا زي run across معناه يقابل بالصدفة، أو run into معناه يقابل بالصدفة، يعني حاجة زي كده. call off معناها يلغي. ال verb phrases مهمة جدا في امتحان الفرانكلين عشان حاجتين، عشان listening وعشان writing، الجزء بتاعه اللي هو sentence meaning بيعتمد برضو جزء منه بيعتمد على ال verb phrase. فنصيحة ابدأ نحفظ، لو تعبوا ابعت لكم ال verb phrase ما عنديش مشكلة. ال verb phrase بتنحفظ، يعني أعرف يعني مثلا زي هنا call off، يعني إيه call off؟ يعني cancel. انت لو حافظ ان كلمه، لو عارفين ان call off معناها cancel، انا مش محتاجه اقرا كل ده، هدور على الحاجه اللي معناها cancel. هنا بيقول what time does the meeting start، المقابله بدات امتى؟ بقول didn't you hear that it was canceled called off by the right director، انت ما سمعتش ان هي اتكنسلت او اتلغت من قبل المدير. اوكي هي قالت على ايه called off؟ هنا the director called a meeting، يعني المدير هنا director موجوده هنا موجوده هنا موجوده في الاربعه. يعني هنا خلي بالنا انه اللي في الامتحان كل فتره لفتره بيعملوا updating اللي عندهم بناء على درجات الطلبه، ففي طلبه بيفهموا تكنيكس كويس فبيدغروا فيها. يعني الطالب ما يفهم ان الاجابه اللي هيسمعها نصا هتكون غلط، فاللي بيحصل ان هم بيحطوا نفس الاجابات، يعني بيحطوا الاجابات فيها نفس كلمات من المسج،
اللي انت سمعته، بحيث انت بقى ايه تلاقي ان انت سمعت الاجابات كلها فيها كلمات انت سمعتها. فمثلا ان كل الاجابات فيها دايركتور، ذا دايركتور كولد ا ميتنج، الدايركتور دعا الاجتماع. هنا طبعا ده لا، بقول هو لغى الاجتماع، فدي عكس الكلام. ذا دايركتور فوند هير اباوت ذا ميتنج، كولد معنى فوند يتصل على، ده المعنى الاساسي بتاع كولد، بس مش ده اللي احنا عايزينه، لان عندنا كول اوف، كول اوف، كول اوف معناها كانسل. هنا ذا دايركتور كولد ذا ميتنج تو اوردر، لا وانا الدايركتور كانسل ذا ميتنج، المدير لغى الاجتماع. عرفناه منين؟ بسبب كولد اوف. هنا الفعل كول هنا او الفيرب فريز مشكلته انه ما بيكونش له علاقه بالمعنى الاصلي للكلمه. يعني دروب معناه يسكت، لما اقول لحد اوكي اي دروب باي معناها هزورك، اي فيزيت يو. طيب ايه علاقه دروب بفيزيت؟ فديت لازم تنحفظ، ملهاش قاعده معينه، وده مشكلتها. كمان برضو جزء مهم في امتحانات كتير من ضمن امتحانات فرانكلين الايديومز، المصطلحات. يعني مثلا هنا توم از ا فول تايم ستودنت اند اي از هولدينج داون ا فول تايم جوب. توم هو فول تايم ستودنت، هو طالب فول تايم وكمان بيشتغل فول تايم. ردت عليه قالت له هيز ريلي بيرنينج ذا كاندل ات بوث اندز، هيز ريلي بيرنينج ذا كاندل ات بوث اندز. هو معناها الحرفي هو بيحرق الشمعة من الناحيتين. معناها الصح بقى ان هو فيها ان هو يعني بيشتغل بشكل كبير، بيشتغل بشكل مجهد جدا، يعني معناها بيهلك نفسه جدا في الشغل. ده المعنى الاساسي، لا ليه علاقة بكاندل ولا ليه علاقة بيرنينج ولا ليه علاقة بإنس. مشكلة الإيديومز إن أحيانا ممكن يكون معناها ملوش علاقة أبدا بالإنديفيدوال ووردز اللي جواها. يعني لو ما بتاخدش كل كلمة لوحدها وترجمها وتقول إن هفهم معناها ككل، لا، الإيديومز كتير بتبقى فيها حاجات، يعني مثلا بيبقى لها حاجات ملهاش علاقة بالكلمات نفسها، هي محفوظة كده. وفي أمثلة كتير 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 على الإيديومز، فيستحسن على قد ما تقدروا تحاولوا تحفظوها. لايتنج أ كاندل، هو بيضيء شمعة؟ لا طبعا. كاندل هنا وكاندل هنا صعبة شوي. He's holding a candle at the top and at the bottom. هو ماسك شمعة من فوق ومن تحت. لا برضو غلط. He's doing too much. هي دي صح. He's working as a firefighter. عشان هو يعني بيولع شمعة فيشتغل work fighter. لا طبعا دي بتبقى فكرة وخاص. في إجابات بيبقى ده listening، بيبقى في إجابة مستحيل حد يختارها إلا إذا هو مش فاهم أصلا الموضوع عن إيه تماما، فبيختارها كده. أو أجاوب بشكل عشوائي من غير ما يسمع. مثلا زي دي. He's working as a firefighter. بيشتغل كإطفائي. طب هي إيه علاقة إن هو لا، هي to burn the candle at both ends مقصود بيها to do very hard work, you know, to do hard or to work hard. ده معناه الاساسي. نيجي بقى لامتحان فرانكلين نفسه بقى. ديت اول 11 سؤال، انا جمعت لكم اول 11 سؤال وعملت تيب سكريبت ونشرحهم مع بعض ونطبق عليهم التكنيك. اول محادثه جت، واحد بيقول طبعا هي بيبقى اغلبهم كان محادثات. هنا بيقول I'm meeting Gina at the baseball game tonight. أنا هقابل جينا في البيسبول جيم tonight، هقابلها النهاردة في الملعب بتاع البيسبول. But I don't know where we should meet. بس أنا مش عارف إمتى أقابل فين. I don't want her to get lost looking all over for me. أنا مش عايزها تشوف وهي بتدور عليا. ردت عليه قالت له Why don't you suggest the statue next to the main street entrance. طب ليه ما تقترحش عليها أن تتقابلوا عند التمثال اللي موجود بجانب مدخل الشارع الرئيسي المين ستريت. It's tall and easy to find. الستاتيو دوت طويل وسهل ان هي تلاقيه، فمش هتوه. قال لها اوكي that's a good idea، دي فكره كويسه. I'll call her and tell her right now، انا هتصل عليها واقول لها دلوقتي. ردت عليه قالت له اوكي make sure you tell her the main street. There is also a statue at the Jefferson Street entrance. قالت له اتاكد ان انت تقول لها على المين ستريت، اتاكد ان انت ركز عليها ان انت عرفها المدخل بتاع المين ستريت، لان كمان في تمثال على مدخل جيفرسون ستريت. يبقى المحادثه دي واحد بيكلم واحده بيقول لها انا هقابل فلانه في المكان دوت، بس مش عارف اقابلها فين بالظبط وخايف تتوه وهي بتدور عليا. ردت عليها قالت له اقترح عليها تتقابلوا عند التمثال اللي موجود في المين ستريت، ده طويل وسهل ان هي تلاقيه. التمثال نفسه طويل وسهل ان هي تلاقيه. قال لها اوكي ده فكره كويسه، هتصل عليها واقول لها. ردت عليها قالت له بس خلي بالك اتاكد عليها ان هو المين ستريت، لان في تمثال تاني، في تمثال تاني عند شارع جيفرسون الانترنس، في مدخل شارع جيفرسون. السؤال اللي جانا بقى في امتحان الوجه، السؤال كان بيقول why is important، why is it important. طبعا ده مهم جدا. شوف السؤال، السؤال مهم جدا في الاثنين. why is it important for the man to mention the main street to Gina. Gina بالاي. هنا بيقول هو ليه مهم للراجل ده انه يذكر المين ستريت، يتاكد مش هنتقابل عند التمثال، لا هنتاكد هنتقابل عند التمثال اللي عند المين ستريت. ليه مهم؟ حطيت في الاجابه the only entrance is on main street، المدخل الوحيد هو شارع اللي هو main street، موجود في شارع main street، وهنا حرف الجر on بنستخدمه مع الشوارع. ولا there are statues by more than one entrance، هذه الإجابة الصح. ليه؟ بتقول له أكد عليها إن يكون شارع main street. ليه؟ لأن في شوارع تانية على مدخلها برضو في statue. okay the largest entrance is in the main street، أكبر مدخل هو في شارع main street.
لا هو بيقول هو ليه مهم يفكرها او يتاكد على المين ستريت ليه؟ لان هو في شوارع تانية فيها ستاتيو غير المين ستريت. ولو لاحظت هنا السؤال في مين ستريت والاجابه نفسها ما فيهاش كلمه مين ستريت، على عكس A وعلى عكس C فيها مين ستريت، فيها مين ستريت. تمام، هنا the other entrance is closed، المدخل الثاني مقفول. لا لا، هو ليه؟ لانه هي ليه قالت له اكد عليها شارع المين ستريت؟ ببساطه لان في تماثيل ثانيه عن شوارع في مداخل ثانيه، فدي الاجابه ما فيهاش اصلا كلمه مين ستريت خالص. تمام، يبقى هي دي مثلا جت زي كده، لو ان احنا دوم بقدر الامكان نعرف انه مش شرط يجيب لي نفس اللي اسمها في التيب سكريبت، معناه هيديني معناه. نيجي سؤال ثاني، هنا سؤال ثاني، اول ما تشوف السؤال اهو، خلينا نشوف السؤال الاول. ده سؤال عندنا places at a bank, at a store, at a motor vehicle office, at a university office. أول ما أشوف السؤال ده أبقى عارفة يقيناً إن السؤال هيكون where، المحادثة دي حصلت فين. يبقى تركيزه كله أبقى عارف أركز على البانكينج ترمينولوجي اللي هي بنسميها المصطلحات المستخدمة في البنك. ستور لو محل بقالة يبقى أكيد هيبقى فيها ليها علاقة بالبيع والشراء أو ريفاند أو فاندنج. موتور فيكل أوفيس لو محل عربيات أو مركبات يبقى أكيد هيكون إيجار عربية أو شراء عربية أو شراء أي مركبة. يونيفرستي مكتب في الجامعة يبقى أكيد هيكون عن حاجة أكاديميك. فدون أول ما أشوف الإجابات أعرف على طول إنه غالبا هيكون السؤال بوير. طب نيجي للمحادثة اللي كانت موجودة فعلا وقتها، هي بتقول واحد بيقول I'd like to deposit this check، أنا عايز أعمل إيداع للتشيك اللي معايا الشيك. I opened a savings account here last week، أنا فتحت حساب توفير هنا الأسبوع اللي فات الماضي. على طول أول ما أشوف هنا deposit the check، عندي شيك وعندي حساب saving account، ردت عليه وقالت له أوكي you have to fill up a deposit slip، لازم تملى الاستمارة دي. And I need to see a form of identification، عايزة أشوف هوية بتاعتك ويكون فيها صورتك عليها، زي مثلا driving license، زي رخصة القيادة. Okay. You also need to write your account number at the back of the check، وكمان محتاجة تكتب رقم الأكونت بتاعك على الشيك من ورا. رد عليها قال لها أوكي I don't have a driving license، ما عنديش رخصة قيادة، but I do have my، بس أنا معايا الكارت بتاع المدرسة school ID، وفي اسمي وفي my birthday and picture note، وفي اسمي وفي صورته وفي تاريخ الميلاد. Will that be okay؟ قالت لي yeah it will do. فهنا قالت له اوكي هيكون اوكي. بيبقى السؤال بيقول where does the woman work؟ السيدة دي بتعمل فين؟ هنا حتى لو مش فاهم المحادثة